بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم في دورة استراتيجيات وطرق التعلم الحديثة. اليوم التدريبي الخامس، الجلسة التدريبية الأولى. معكم محمد حسنين، المعهد السعودي. المحاضرة السابقة واليوم التدريب السابق تحدثنا عن طرق التدريس. اليوم إن شاء الله هنتحدث عن تقويم الطلاب. تقويم الطلاب. الهدف من عملية التعلم والتعليم إحداث تغيير في سلوك المتعلم، وبناء على ذلك فلا بد للمعلم من سؤال نفسه: هل حدث هذا التغير المرغوب؟ وإذا حدث هذا التغير فهل هو متوافقا مع الأهداف الموضوعة؟ وما هي جوانب القصور التي أدت إلى عدم تحقق الأهداف المرغوبة؟ هذه الأسئلة لابد أن يسألها المعلم لنفسه، ولذلك يجب إجراء عملية التقويم. فالتقويم هو عملية لإصدار أحكام والوصول إلى قرارات حول قيمة خبرة من الخبرات،